تونس التي كان ينظر إليها في الأوساط العالمية الغربية على أنها قصة النجاح الوحيدة للربيع العربي، بدأت الآراء تتضارب اليوم بشأنها، خاصة على خلفية الاستفتاء على الدستور الجديد الذي طرحه الرئيس قيس سعيد. فكيف جاءت تعليقات أبرز وسائل الإعلام الغربية حول الاستفتاء؟ الديمقراطية غير المكتملة في تونس في طريقها إلى ديكتاتورية جديدة، هو العنوان الذي اختاره موقع دير شبيغل الألماني لمقال له تعليقاً على الاستفتاء. الموقع ينتقد دعوة قيس سعيد إلى الاستفتاء في خضم أزمة اقتصادية خانقة تعصف بتونس، ويرى أن الشباب والأدمغة الذكية باتت تفضل الهجرة إلى أوروبا بدل الخروج إلى الشارع للتظاهر ضد الرئيس. بدورها تساءلت إذاعة فرانس إنفو في مقال لها: هل ستكون هذه نهاية الربيع العربي الذي بدأ في البلاد قبل 11 عاماً؟ إذا كان الدستور الجديد سيسمح للرئيس بالتمتع بصلاحيات واسعة دون رقابة؟ وفي معرض تناوله لموضوع الاستفتاء، نشر الموقع الإلكتروني لشبكة CNN الأمريكية مقالاً تحت عنوان ديمقراطية الربيع العربي الأخيرة مربوطة بخيط رفيع. المقال يستعرض آراء خبراء كثر والذين يذهبون في تحليلهم إلى حد اعتبار أن تمرير الدستور الجديد سيكون بمثابة الضربة الأخيرة للمكاسب الاجتماعية والسياسية التي حققتها تونس بشق الأنفس منذ الربيع العربي. أما الرئيس التونسي قيس سعيد فيرفض كل هذه الانتقادات والتكهنات بشأن مستقبل تونس. سنبني معا إن شاء الله جمهورية جديدة، سنبني جمهورية تقوم على الحرية الحقيقية وعلى العدل الحقيقي. فأي جمهورية جديدة تنتظر التونسيين والتونسيات في الفترة المقبلة؟